معدلات نمو قوية سجلتها أسعار المنازل في لندن هذا العام، حيث ارتفعت الأسعار خلال الأشهر التسعة الأولى بنحو 10% ليصل متوسط سعر المنزل فيها إلى نصف مليون جنيه استرليني وفقاً لبيانات السجل العقاري. أغلى شقة بيعت الشهر الماضي في لندن وصل سعرها إلى 17 مليون ونصف المليون جنيه استرليني في منطقة نايتسبريدج في هايد بارك، في حين بلغ سعر أرخص شقة تم بيعها في مدينة لانكشير 12 ألف جنيه استرليني. هذا النمو الفائق في أسعار العقارات في عاصمة الضباب رفع أسعار المساكن في عموم إنجلترا وويلز إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر خلال سبتمبر الماضي، وصل إلى 5.13% ليبلغ متوسط أسعار المنازل في إنجلترا وويلز نحو 187 ألف جنيه استرليني. إلا أن معدلات النمو القوية التي سجلتها أسعار المنازل في لندن قد لا تستمر بحسب رأي بعض المحللين، خصوصا وأن هذه الأسعار أصبحت عبئا على المشترين، فهذا الارتفاع يأتي أيضا في ظل ارتفاع رسوم البيع والضرائب، فالعقار الذي تصل قيمته إلى مليون ونصف مليون جنيه استرليني تبلغ رسوم بيعه وتسجيله 10%، فيما ترتفع هذه الرسوم إلى 12% إذا كان سعر العقار أعلى من مليون ونصف المليون جنيه. وقد تسبب ارتفاع الرسوم العقارية في تراجع أسعار العقارات التي تقل قيمتها عن المليون جنيه بشكل طفيف، ورغم ذلك فإن الاستثمار في سوق العقارات في لندن والمملكة المتحدة لا يزال خيارا ممتازا للمستثمرين الأجانب الباحثين عن ملاذ آمن لأموالهم. ووفقاً لبحث تم إجراؤه من قبل CBRE التي تعتبر من أكبر شركات الاستثمار وخدمات العقارات التجارية في العالم، فإنه خلال أول 6 أشهر من عام 2015 تم استثمار 11 مليار ونصف المليار دولار في قطاع تمويل العقارات من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط. 24% من هذه الاستثمارات كانت في لندن، والأرقام الكاملة لعام 2014 تظهر أن لندن حصلت على أكبر قسم من الاستثمارات بحجم 32%. نور العنبقي، CNBC عربية.